ولمزيد من التفاصيل حول مهرجان العالمين ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. تحياتي لك محمود، وصف لنا الأجواء لديك الآن داخل مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين الجديدة. نعم، أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة، المدينة الساحرة والجميلة التي تستضيف فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة. أجواء مبهجة، أجواء تشجيعية وحماسية، خاصة في هذا التوقيت حيث انطلقت منذ قليل فعالية جيل التحدي الذهبي بالمباراة النهائية كما تشاهدون الآن بين فريق كابتن حسام غالي وفريق كابتن محمد فضل. وكابتن حسام غالي متألق حتى الآن برصيد 5 أهداف مقابل هدفين لفريق كابتن محمد فضل. أجواء كلها حماسية وتشجيعية في هذه المباراة، هي مباراة تحديد المركز الأول والثاني ومن سيحصل على بطولة جيل التحدي الذهبي. حالة من التشجيع لدى الجماهير وتفاعل مع اللاعبين الموجودين في الملعب. نتحدث عن يعني عدد كبير من النجوم التحدي الذهبي، كابتن حسام غالي، كابتن عماد متعب، كابتن محمد ناجي جدو، كابتن خالد بيبي، وكل هؤلاء النجوم يعني مشاركين في هذه الفعالية الكبيرة. وربما يعني المباريات تشهد فرص متبادلة بين الفريقين وهجمات مرتدة وسط حالة تشجيعية وحضور عدد كبير. المدرجات أيضا مثل الأمس ممتلئة عن آخرها لمتابعة هذه الفعاليات. وقبل انطلاق جيل التحدي الذهبي انتهت ايضا بطولة التيك بول بتحديد المركز الاول والثاني والثالث، وكان المركز الاول من نصيب اللاعب محمد سعد وفريق اللاعب محمد سعد واللاعب مؤمن زكي، حصلوا على 30,000 جنيه قيمة جائزة الفريق الاول والحاصل على المركز الاول. ايضا منذ قليل يعني كان هناك تفاعل بين جيل التحدي الذهبي وبين الجمهور المشارك في توزيع بعض التيشيرتات الخاصة عليهم من يعني عليها امضاء اللاعبين المشاركين من جيل التحدي الذهبي. الاجواء هنا مبهجة تماما، هذا الشاطئ الذي يلعب عليه كرة القدم الشاطئية بجيل التحدي الذهبي والذي يتوسط ابراج العالمين وايضا البحر وشاطئ البحر المتوسط مع حالة الطقس الرائعة الموجودة وحالة الفرحة والحماس كما تشاهدون وتسمعون ايضا من خلفي. كل هذا الحماس موجود في مدينة العالمين الجديدة. تغيرت هذه المدينة بالكامل لتشهد أول انطلاقة لأكبر مهرجان في الشرق الأوسط. بعد انتهاء فعالية الجيل الذهبي سيكون هناك احتفالية فنية لإحدى الفرق الموسيقية التي ستحيي ختام هذا اليوم بعد انتهاء هذه الفعاليات وبحضور أيضا عدد كبير. استعدت الساحة الخارجية من هذا الشاطئ ومن هذه الفعالية لاستضافة الفرقة الموسيقية، ويتم الاستعداد الآن على أكمل وجه. وربما تشاهدون ايضا يعني هناك هدف اخر الان تم من فريق كابتن حسام غالي، فاصبح كابتن حسام غالي وفريق كابتن حسام غالي متالق ب6 أهداف مقابل هدفين لفريق كابتن محمد فضل. الاجواء مفرحه جدا والاجواء مبهجه، يعني نستعيد كل الذكريات، ذكريات كره القدم السابقه في مهرجان العالمين الجديده. فبالتالي يتابع الجمهور ويتابع ايضا الزائرون هذه الأجواء المبهجة. وأيضا خلال الأيام القادمة والأسبوع القادم سيكون هناك عدد من الحفلات الفنية، فنحن مع موعد مع مهرجان مليء بالفقرات والحفلات المتنوعة فنية كانت أو حتى رياضية. وسيكون هناك بعض أيضا مشاركة بعض فرق الفنون الشعبية والتراثية في مدينة العالمين الجديدة، حيث سيشهد الممشى السياحي عدد كبير من الفعاليات في المنطقة الترفيهية التي يستمتع بها كل الزائرون هنا في مدينة العالمين الجديدة، التي تحولت لأن تكون من أهم وأكبر المدن السياحية في العالم. أيضا الجمهور في حالة من الفرحة والبهجة بما يشاهده الآن. كان هناك التقاط الصور أيضا مع اللاعبين المشاركين على أرضية الملعب، وكما تشاهدون فرص متبادلة وهجمات مرتدة بين الفرق المشاركة ليعني إطفاء حالة من البهجة والسعادة والفرحة
على المشاركين وعلى الجمهور المشارك في هذه اللعبة. انتهت بطولة التيك بول أيضا وسط يعني وجود أبطال العالم ناتاليا ومايا الذين قاموا بتوزيع الجوائز على المشاركين وعلى الفائزين في هذه البطولة، ثم أيضا قيام اللاعبين في جيل التحدي الذهبي بمشاركة الجمهور بعدد كبير من الهدايا. لازالت هذه المباراة، هذا هو الشوط الثاني من مباراة جيل التحدي الذهبي، المباراة النهائية، وسيكون هناك شوط ثالث وبعدها سيتم الإعلان عن البطل لهذه اللعبة ولهذا هي البطولة. وسيستمر مهرجان العالمين الجديدة في دورتها الأولى في تقديم كل الفعاليات الترفيهية والفنية، حالة جديدة، حلم تحقق هنا في مدينة العالمين الجديدة، أن نشاهد كل هذه المظاهر، مظاهر الفرحة ومظاهر البهجة وأيضا الأجواء الحماسية والتشجيعية. عدد كبير من الأسر أيضا في المدرجات من خلفي يتابعون هذه المباريات ويقومون بالتشجيع أيضا في وسط اصطحاب الأطفال، فهنا يعني حالة تشجيعية وحالة فرحة كبيرة في مدينة العالمين الجديدة. وعندما أيضا يعني نتحدث مع الجمهور منذ الأمس وهم ينتظرون هذه الفعالية تحديدا، ونحن نشاهد الآن هناك هدف آخر لكابتن محمد فضلي يسجل هدف لفريقه، فأصبحت الآن النتيجة مشتعلة جدا في ملعب وأحد الشواطئ هنا. أصبحت النتيجة 6 أهداف لفريق كابتن حسام غالي و3 أهداف لفريق كابتن محمد فضل. زي ما قلت لحضراتكم اللي يعني الأجواء هنا مشتعلة وهناك حماس وتشجيع من قبل المشاركين هنا في أحد الشواطئ وفي كرة القدم الشاطئية. نجد أيضا التشجيع وحالة حماسية، فرحة كبيرة جدا وأجواء مبهجة لتقديم كل الفعاليات بصورة تليق بمهرجان العالمين الجديدة ويليق بهذه المدينة الساحرة الجميلة التي تتمتع بعدد وتقريب في يعني فرصة ضائعة أو هدف يعني لفريق كابتن حسام غالي. أصبح فريق كابتن محمد فضل أصبح الآن 6 أهداف لفريق كابتن حسام غالي مقابل 4 أهداف لفريق كابتن محمد فضل. فبالتالي مع الوقت أيضا ومع اقتراب انتهاء الشوط الثاني هناك يعني فرص كبيرة جدا بين الفريقين، هناك تسديدات، هناك أهداف، هناك حالة من الفرحة جميل والبهجة مراسل ستستمر حتى مساء هذا اليوم المصري. كنت معنا من العالمين الجديدة، كل التوفيق لمهرجان العالم عالمين.